السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله شباب، أسألكم بخير وصحة وسلامة. حياكم الله في لعبة جديدة، هاوس فليبر اسمها. فكرة اللعبة مثل ما تشوفون، اللي فهمته أن الموضوع فيه هندسة وفيه كذا، بما أن تخصصي هندسة بالجامعة وكذا، فحبيت أجرب الألعاب اللي لها دخل في البناء وكذا. طيب نجرب نشوف. الظاهر أنهم أعطوني هذا أول بيت اللي هو عدله. هو فكرة اللعبة أنك تمسك بيت وتقلب التصميم كامل. فصراحة ما شفت أي فيديو عنه، بس شفت صور عن اللعبة وعجبتني. على العموم هنا ما أدري، أعطاني بس غرفة، ما في أي بيت هنا يا حبيبي. ما أدري هذا مكتبي ولا، بما أنه في لابتوب هنا الظاهر أنه مكتبي. يور لابتوب، أي والله. The laptop will allow you to find jobs by house and switch between them. حلو، يقول لي اشتري بيوت، الظاهر اني بشتريها وبعدلها وببيعها، مش بس اني اغير تصميم اللعبة. ف هول تو بيك اب، نغير مكانه. نقدر؟ ما نقدر نغير مكانه، مع انه يوسع هنا بس لازم يكون فوق الحوض. بس فلسفة. المهم، طيب الوضع يحتاج تنظيف يا جماعة، مش بس إعادة تصميم على أساس إنه ياخذ وقت عشان يعدل. ودي ألفه كذا. كيف؟ بريس شيفت روتيت. أوكي أيوة، هذا المطلوب. أنا خلنا هنا. صراحة مفروض يكون كذا، أي المفروض يكون كذا، ايش رايكم؟ طيب، وهنا بيك اب. طيب هذه الادوات اللي عندي. اوه غير مكانه، لا ما ودي اغير مكانه، بس نقربه شوي. حركة غوية بس يلا. المهم خلنا نشتري بيوت. ما ادري نشل الاغراض هذه اول، نحط هذا هنا. هذا حرام يدخل على طول بال، سكر الباب طيب عشان ما يشوفون الفضايح للجيران. والأدوات هذه، لا لا لا، شلت الطاولة كلها، نحطها في الحمام. طيب بسم الله، نشوف اللابتوب ايش عندنا. عندنا ميل واحد من سارة. يا هلا سارة. هلو، I'd like to hire your company to put my house in order. I know from photos posted in Facebook that my ex-boyfriend broke into my house, made a huge mess, and stole this radiator. It is possible that something else missing. طيب please make order. بينها مشاكل، هي الحب، والحب هذا طب عليها البيت وكسر شغلات. ف حصلنا أول مشن يا حبيبي. طيب ما يبوني أصلح بينهم، ترى خبير في العلاقات العامة يعني. طيب لوكيشن، لوكيشن وين لوكيشن؟ أكسبت. شنو تحمس أنا طلعت لودينج. طيب beside the office and furniture should be cheap as possible. حلو وصلنا. You got the mob. Congratulations, you unlock new tool. سبحان الله، مبروك مبروك، أعطوني مكنسة. آخر العمر نكنس، يلا بسم الله. على أساس ما كنس، ترى أنا طالب مغترب وكل يوم كنس، فلا. المهم، هذا البيت، هذا بيتها، ظاهر أن هذا بيتها. طيب، نشل الأمور هذه الحلوة سريع سريع. نحط هذا، اصلا هذا يبالي تنظيف. هذا 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 و hold to switch cleaner. اها اوكي حلو. تنظف ولا ما تنظف؟ ما اشوفها تنظف. اي والله تنظف، جميل. طيب حلو ان التنظيف سريع، جميل جميل. وش باقي بعد؟ هنا clean dirt 39%، حلو. والله ورانا مشوار مش حلو. طيب الكرسي هذا نط، ايه ما فيني افك المكنسة وارجع اعدله. فلا لا لا لا،
يا حبيبي، تنظيف تنظيف، ما في شيء هنا يتنظف. حلو، افتح هذا، ما شاء الله سرير صار بالمكنسة كذا. يا ريت المكان تسوي كذا، ما كان يحتاج غسيل. طيب حلو، خلصنا. يو ار امبروفينج. حلو، turn on the tablet to choose what you want to spend the new skill point. أوه، في skill point، يعني فيه مهارات اقدر اختار تطويرها. اطور ايش؟ كيف افتح ال إيه هذا التابلت كليننج؟ اقدر اطور حاليا 3 شغلات بمن اختيار واحد عندي من الثلاثة. عجبوني هذول الاثنين، واحد منهم يقول لي اني اشوف في الميني ماب عندي الوساخة وين تكون، وهذا 25% اسرع التكنيس، فبختار هذا لاني اشوف، يعني عندي عيوني يمديني اشوف وين الوساخة، فافضل اني اختار السرعة. على العموم خلصنا. ايش باقي؟ انا اشوف الموضوع تنظيف، يعني ما اشوف تغيير اي ديكور طلب مني. اللهم تعديل الطاولة هذه، الطاولة هذه يبي لها بس روتيت كذا شوية، والكرسي هذا الجميل يبي له فيه، هذا نسيت ما شله، وهذا برضو نحطه هنا. طيب حلوين هذا الثلاثة، هذا ما هو في مكانه، حطيناه في مكانه و طيب ما عليه. يلا، تلفزيون مكانه جميل، كنب جميل صراحة، لونه حلو. ايش هذا؟ From now on you have a tablet at your disposal. Press tab. طيب انا عرفت قبل شوي، عرفت اطلع تاب، بس الظاهر في شغلات، في ادوات جميلة يمدينا نستخدمها. وين اللي قبل شوي شفت الصورة؟ للأسف. دقيقة دقيقة دقيقة، في شغلات تحت. بيركس ذكرني بكول اوف ديوتي. ستور، او يمديني اشتري من ستور. فرنتشر، يمديني اشتري شغلات. حلو، طيب هنا يبدأ الكلام. طيب على حسابي يعني، ولا البيوت بعدين اشتريها؟ حاليا معي 30,000 يا رجل، 30,000 من وين؟ طيب حلو، خلينا نفترض نشتري شيء مثلا رخيص كذا، مثلا طول العمر للكيتشن، ما في شيء رخيص. كابتن مثلا هذه ب 15، اوكي باي ناو. نحط العيان هنا مثلا عشان اضاءة مع التلفزيون، ما ادري. طيب الحين حساب مين يا طيب؟ في امور ماونت ديفايس. ايش ماونت ديفايس؟ ما فهمت صراحة. وش باقي هنا؟ ما زين ما دخل الغرفة هنا وكسر شغلات، ما شفنا المسافة هذه، ما ادري في شي باقي ورا الباب، في شي؟ لا. you can buy radiator and mount. اوه اوكي، هذه الشغلة اللي في الرسالة كتبتها، buy radiator and mount it here. طيب اوكي، وانا رايح شاري اللمبة هذي اللي ما لها داعي. رادياتر، اي يا شيخ، 44 دولار. الحين 30,000، 1.48 نقصت من فلوسي طبعا. طيب الانكم ما زاد، الدخل ما زاد للأسف. في شيء هنا؟ اها حلو، خلاص شغلناه، ممتاز كذا. اكون خلصت المشن مفروض. طبعا يا شباب هذا كل شيء، خلصت التنظيف، باقي ريموف تراش اللي هو زبالة، بس ما اشوف اي زبالة يا طول العمر، لان البيت كله عبارة عن زبالة. لا والله جد، بس ما حصلت شيء لانه كل شيء بالازرق، و خلاص كان ودي اشتري لها طاولة جديدة بس خلاص ما تستاهل. المهم الحين لو قلنا انتر،
كومبليت ذا ميشن بيعطيني 769. انا كم خسرت؟ خسرت حدود 30 في الليتات و40 الليت هذا الكبير اللي في المطبخ، فهذه 70 حلو مع التنظيف وكذا، يعني قرابة 600 ربح. جميل. طيب كمليت، خلصنا اول مشن. على العموم اذا عجبتك اللعبة اتمنى تحط اللايك، واذا ما عجبتك حط الديسلايك. كدعم لي اتمنى تشترك في القناة، توصلوني 1000 مشترك. اتمنى لك يوم سعيد او مساء سعيد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.